أنا بشتغل بمصلحة الموزة من شيء تقريبا 5 سنين. وجينا لهون الحمد لله ما وقفت عن عملي، اشتغلت عند درغام أبو محمد في مدينة عزاز أنا وأربع شباب من هون، كمان هن نازحين من الدير وفي من حلب وفي من اللاذقية. والحمد لله رب العالمين عم نشتغل وفي إقبال للناس بشهر رمضان المبارك.